انطلقت أعمال الدورة الثانية من مؤتمر القطاع المالي بسلسلة فعاليات مركزة تحت عنوان حوارات مؤتمر القطاع المالي، وذلك سعيا من شركاء برنامج القطاع المالي إلى الإسهام في التعريف بالبرنامج ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030. نتابع. عقدت أعمال مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي يسلط من خلاله الضوء على المركز التنافسي للقطاع المالي السعودي والتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي بتركيز بالغ على الاستثمار المستدام الذي يأتي تماشيا مع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما ذكرنا في المؤتمر خلال الأسابيع الماضية يمكن أعلننا عن تعيين بعض البنوك لدعمنا ومساعدتنا في هيكلة إطار الاصدارات المستدامة اللي بحول الله بتكون أحد القنوات التمويرية الهامة للمملكة ولوزارة المالية تحديدا كجزء من تحول يعني توجهنا الاستراتيجي لهذه الأسواق كتنويع مصادر التمويل وتوسيع أيضا قاعدة المستثمرين وإكمال قصة المملكة في رؤيتها 2030 اللي هي أصلا بالأساس تركز على هذا الجانب بشكل كبير. وسلط المؤتمر الضوء على الجهود الجماعية في القطاع المالي لسد فجوات التمويل وتحقيق التمويل المستدام المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحويل المؤسسات المالية نحو خلق قيمة ذات معنى على مدى الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى أسواق رأسمالية مستدامة وتوسيع نطاق التمويل المستدام. المؤتمر يمكن يركز على الإطار البيئي والاجتماعي والحوكمي وهذه يمكن رسالة جدا مهمة نرسلها للأسواق المحلية والدولية بحول الله الاهتمام المملكة ودورها الطبيعي والأساسي واختيارها الأساسي للتوجه لهذا الجانب وهذه رسالة جدا مهمة. المؤتمر حظي باهتمام ورعاية القيادة العليا في المملكة ويسلط الضوء على أهم الملفات المالية الاستراتيجية ويتيح الاستفادة من الخبرات الواسعة للمسؤولين الكبار الذين حققوا نجاحات باهرة ولهم خبرات واسعة في مواجهة التحديات، كما قدم المؤتمر فرصة اكتساب المعرفة من خبراء المجال المالي حول آخر التطورات ووفر تصورا شاملا للفرص الكامنة في القطاع المالي، لا سيما وأن برنامج تطوير القطاع المالي سعى منذ انطلاقته في العام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير إدارة الخدمات. ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. للإخبارية سعود النشمي، الرياض. وينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث. مساء الخير دكتور عبد الله، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور، يعني هناك محور تم اختياره في هذه الجلسات أو في هذا المؤتمر وهو الإطار البيئي والاجتماعي، لماذا تم اختيار هذا المحور بالذات؟ تفضل دكتور. يعني هو التأكيد على استمرارية هذا البرنامج وهذا المؤتمر من خلال وجود يعني آليات وبرامج تسعى رؤية المملكة من خلالها إلى تحقيق أهداف هذا البرنامج أو مصلحة المؤتمر. يعني هذا المؤتمر هو رؤية المملكة 2030 والذي ينظم عدة جهات رسمية مثل وزارة المالية والبنك المركزي السعودي ورؤية سوق المال لتنفيذ وتطوير مختلف البرامج والمبادرات المالية ناهيك عن هدف وهو ترجمة مضامين رؤية الوطن إلى واقع ملموس. ويعد من أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صناع القرار والسياسات التنفيذية وكبار الخبراء الماليين، أي بمعنى أصح هو من كبر المؤسسات التي وشركات التسعة المحلية في إيجاد فكر جديد يلزم في وجود مركز مالي مستدام يخدم جميع البنوك والمؤسسات المالية. نعم. طب دكتور، يعني خلينا نذهب إلى المحتوى، محتوى هذا المؤتمر أو مضامين هذا المؤتمر، كيف رأيت المحاور الرئيسة في هذا المؤتمر؟
طبعا احنا لو تكلمنا عن الدوره الماضيه وجدنا هو انطلاق لمفهوم واليات هذا المؤتمر، ولكن من خلال المؤتمر هذا يجعل هناك فكر جديد، وهو كشف التحديات والفرص في سوق العالمي المالي والمالية الإسلامية والتقنيات المالية بالإضافة التمويل العقاري والتحديات وفرص التأمين. كما يعني استعرض في عدة حوارات الفرص الاستثمارية الحقيقية التي توفرها مشاريع الرؤية مثل مبادرات وبرنامج القطاع المالي من أجل هدف خلق اقتصاد مستدام قادر على مواجهة مختلف التحديات. ونسينا وأن المملكة من حيث الاقتصاد على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم لدينا رؤية، لدينا برامج، لدينا آليات تجعل هناك تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة بالإضافة مع في بعض السوق المطورة المالية. نعم. إذن المملكة الطاقة، ومن خلال هذا المؤتمر الذي سوف يعني القادم 2022 هو يكون على مستوى عالمي ودولي، ويكون لك خبراء يتحدثون يتكلمون عن آلية الإدارة المالية بما يتوافق كما أشار زميلي أنه مع شروط الأمم المتحدة. طب دكتور، يعني هناك كان هناك من يتحدث عن الفجوات في التمويل. دكتور، نعم. هنا سؤالي، هل هناك فجوات في التمويل وجاء هذا المؤتمر لسده دكتور؟ لا، هو الحقيقة ما في شك هناك فجوات، ونحن الآن من خلال المؤتمر نستعين بخبرات وبرامج ومبادرات عالمية وليس إقليمية أو محلية، حتى نضيف تلك البرامج على مخططاتنا حتى نكون برامجنا أكثر عالمية وشمولية، وتكون هناك استدامة في التمويل من خلال شركة التمويل والمؤسسات والبنوك التمويلية، طبعا عبر ذلك المركزي من آليات ومراكز، وبالتالي تكون على صدقين في مفهوم توفير التمويل للجهات الرسمية والخاصة. نعم، أبقى معي دكتور عبد الله ونشاهد وياكم المشاهدين انطلاقوا أعمال مؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية، وأهم بالتأكيد وأهداف أعمال هذا المؤتمر. نتابع. أعود إلى ضيفي الدكتور عبد الله المغلوث المحلل الاقتصادي، أهلا بك من جديد دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، كنا نتحدث عن قبل قليل عن التمويل عندما أتى في هذا المؤتمر، وهذا المحور الهام كما تحدث دكتور. توسيع نطاق التمويل المستدام، ماذا يقصد هنا بهذا التوسع؟ وأيضا أليس موجود هذا التمويل من قبل دكتور؟ لا، التمويل موجود، ولكن أنت تعلم والمشاهدين يعلمون أن هناك تطور في مفهوم التمويل والسندات، ولكن عندما يجد أن هناك أمور تقليدية نحن بحاجة إلى تعطي استدامة أكثر، ولا نكتفي فقط في ما هو محليا أو إقليميا، نبحث عن التنافسية كما أشار المعلم ضمننا، وبالتالي لابد أن نربط معها حتى على مستوى العالم. دكتور عبد الله، يبدو أن لديك مشكلة في الاتصال، سوف نحاول العودة إليك عندما يجهز هذا الاتصال. نذكر أعزائي المشاهدين بأهم أهداف انطلاق مؤتمر القطاع المالي في النسخة الثانية، هو يهدف إلى خلق اقتصاد مستدام مواجهة مختلف التحديات. أيضا تأتي أعماله المؤتمر مشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، وأيضا خبراء محليين، أيضا يوفر لفرص رواد القطاع المالي للالتقاء والتواصل، أيضا
يستعرض ربما هذا المؤتمر العديد من الفرص الاستثمارية للمشاريع الرؤية. هناك كان في زيادة في نسبة السعوديات العاملات في مجال الطاقة عند نسبة 20%. أيضا مرتكزات البرنامج الثلاثة في هذا المؤتمر، هناك مرتكزات مهمة جدا كانوا يتحدثون عنها من شارك في هذا المؤتمر، هو تمكين المؤسسات المالية لدعم النمو القطاع الخاص، أيضا تطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز أيضا تمكين التخطيط المالي لدعم أولاد شرائح المجتمعي كافة. كان هناك أحاديث عن أيضا عن فجوات تمويل، وجاء هذا المؤتمر ربما لسد أيضا. المؤتمر يحظى باهتمام ورعاية القيادة العليا في المملكة، ويسلط الضوء أيضا على أهم الملفات كما ذكرنا قبل قليل، الملفات المالية الاستراتيجية، ويتيح الاستفادة أيضا من الخبرات الواسعة للمسؤولين الكبار. أعود إلى ضيفي الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله. أهلا بك من جديد دكتور عبد الله، هل تسمعني الآن دكتور عبد الله؟ إن شاء الله. طيب دكتور، كنا نتحدث عن توسيع نطاق التمويل المستدام، وأنت تحدثت قبل قليل أنه كنت أيوة. نعم التمويل أصبح الآن ليس تمويل تقليدي أو وسيم سابقا، يعني إجراءات بسيطة ولم يكن هناك مفهوم بشكل عام وما يعني تعريف من منظمة الأمم المتحدة، ولكن حنا سبقون لدينا مجال التنافسية، وحتى يكون عندنا التمويل في مجال الاستدامة. إذا برامج التمويل لم يتطابق مع التنافسية، ويكون نحن على مستوى العالم. طيب دكتور عبد الله، يعني زيادة نسبة السعوديات العاملات في مجال الطاقة نسبة 20%، على ماذا يؤشر هذه النسبة؟ يؤكد هناك استقرار، يعني هناك فرص وظيفية، وهناك فرص عمل وفرصات، وأنه بناتنا السعوديات لهم مجال واسع في هذا المجال بالخبرة والدراية والعلم، ونحن نفتخر بهم من هذا المنطلق. إذا هناك نسبة، وأعتقد أنه سوف تزداد مستقبلا من حيث الدراية ومن حيث المؤهل العلمي والتعليم، وليس أن هناك بعثات بدأت يرجعون إلى البلد حتى يمسكن وظائف في هذا المجال، ويعتبر مجال ليس من السهل، بل أدركوا أن هناك نصيب لهم في هذا المجال وهم سباقون في هذا العمل. طيب دكتور، ما مدى تأثيرها في الإنتاجية في هذا المجال؟ أنا سبق أني أشرت لك أنه بالنسبة للإنتاجية سوف تزداد وليس تتراجع، لأنه عندما تربط كوادر أو يمسكوا نسبة كبيرة من هذا النسبة، نستطيع أن نقول أنه هناك لهم مجال كبير وإنتاجيتهم واسعة، والتنافس مع زملائهم يكون أكثر شمولية. نعم، كان معنا من الرياض الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله مغلوط. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.